الأحساء المدخل إلى المملكة العربية السعودية. وفي 2020 حدثت موسوعة جينيس أن أكبر واحة خضراء في قلب الصحراء على مستوى العالم، وهذه برضو يزيدنا فخر فيها. أغلى أنواع الرز في العالم هو الرز الحساوي، يعني ممكن هذه البلد تغذي نفسها بنفسها من جميع منتجاتها الموجودة الزراعية في الأحساء. بيت البيعة هو رمز من رموز هذا البلد، لولا الله ثم بيت البيعة ما تواجدنا بهذا الأمل والأمان بالأسرة الحاكمة أسرة السعود الله يحفظهم. يميز المشت الحساوي طبعا الشق والمدخن الجودة العالية. الأول ما يطلع الرجل ما يطلع من بيت إلا بمشت الأول. واللي يميز العرض الحساوي إنها بالدفوف. وين ما تجيبينها الأحساء تلقينها جميلة، وين ما تحطينها جميلة. عشت القصرية 70 سنة وأنا موجود في القصرية. إذا بتروح الحاسة القصرية أي إنسان توصف له المحل يجيك فيه يقول له القصرية، ما تضيع القصرية لأنها تراثية وأثرية وقديمة القصرية. ليمون حساوي ميزته ريحته قوة الريحة فيه والحموضة اللي موجودة فيه. خبز الحمرة دايلة كان يعني كل بكاي ميز في أكل يتولى بطحين بور تامر وميزة شغلة حسا حساك تودار مساك. ترى الكلمة هذه بحروفها كلها تعني لكل حساوي. أنا حساوي من ظهر حساوي وافتخر بالحسن.